اجل عندي. انا ما كنت ناوي اقول لك، بس شكله بده يكبرها للقصة اكثر. شو يعني؟ شو لسه بده يعمل اكثر ما هو عامل؟ ما بعرف، يعني اي قصة بتفوت فيها المصاري بتتعقد اكثر واكثر. والله شي ما بتصدق، ما تخيلت توصل في موصيل لهون. يعني ولو منضل اخوة. ريتا حبيبتي، انت بتفكري بهي الطريقه، هو بيفكر بطريقه ثانيه تمام. هو بده المصاري وبس. الزلمه كثير واضح بده تتنازل يعني حقك بورثه ابوكي. وانا ماني رح اتنازل، مقرره يعني حاجه بكفي، اللي عملوا فيني بكفي وبزياده. هلا انت قد هي الحرب بدي شن عليكي؟ والله الحرب النفسيه اللي عايشني فيها كانت اسف كثير، وانا استمريت حقي ما رح اتنازل. شو ما بده يساوي يساوي، ما بعرف. انت حرة لك امي بلالك هالقصة. ماما انا وعدتها ولازم اوفي بوعدي، بس مو بهيك ظروف. ان شاء الله الله يوفقك، والله ما حدا رح ينتبه. لك والله انت صايرة عنيدة. ها يا ماما، ما حدا بيعرف شكله لعبد الله، بعدين بالهسة والزحمة مين بده يسأل ابن مين هاد؟ اصطفلي عرسك وانت حرة فيه، بس ليكي اذا صار ما صار انا ما دخلني، انت بتتصرف. تذكري انه مثل هيك يوم ما بدنا لا مشاكل ولا فضايح. والله ما يدرى اخوك ليلغي لك الكليل كله.